راجعالي وش الصبح يا سيدة. أي شعري يا ماما جاتك موخ راسي، هتفضحينا. خشي طلاقي هيبقى على ايدك الليلة. خشي خلاص خلاص يا بت، محدش عارف يلمك. يا اما انتي فاهمه غلط، انا كنت في المستشفى. عارفه يا ننوس عين امك، كنت عند البرنس بتطمني عليه بعد ما اسماعيل لفحه على كتفه وجربي وسط الحاره. طب ودي فيها ايه بقى؟ مش جارنا ومتربيين سوا؟ يا هبله يا هبله يا عبيطه، الناس تقول عليك ايه لما تخرجي وراه في انصاص الليالي؟ افرضي سلامه شافك ولا عرف انك رحتي له هيقول ايه؟ من الناحيه دي اطمني، سلامه كان معايا. يا عينك يا كبايرك، تاخدي خطيبك معاكي؟ هو اللي قال لي معاكي ونسك. اهو هيفهم، وبكره يجرسك في الحاره وتبوري. من الناحيه دي اطمني، هو ولا فاهم حاجه ولا بيفهم من اصله. طب واذا راح قال لابوكي يا حبيبتي؟ ما تخافيش، انا وصيته ما يقولوش. غير ده وده بقى. تاخدي الفرخه اللي في الثلاجه عشان تسمميه، الاهي ما تاوعى تاكلها يا بعيد. بعد الشر عليه يا اما، ما تدعيش عليه. والله لا ضرباكي وحدفعك حق الفرخه.